بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم إن شاء الله في التوتوريال ده عن مراجعة سريعة لأهم قوانين الكومباكشن، وهنحل مسألتين عليه بإذن الله تعالى. شيت الكومباكشن ده الشيت التالت بالنسبة لنا. شيت الكومباكشن أولا يعني إيه كومباكشن؟ قلنا الكومباكشن وزي ما خدته في المحاضرة، الكومباكشن دي حاجة بعمل دمج للتربة، فدمج التربة ده بيقلل الفويد ريشيو بتاعة التربة، فبالتالي بتتحسن الخواص بتاعتها، بيقل الهبوط، بتقل النفاذية، المهم بتتحسن الصفات بتاعتها. اللي يهمنا دلوقتي في الحل بتاعنا ان انا عندي الكومباكشن في اتنين جامات، عندي في الجاما دراي ماكسيمم في اللاب، وفي بطلع الجاما دراي في الفيلد. بعبر عن درجة الكومباكشن بان انا احسب الجاما بتاعة السويل اللي عندي. فبنحسب في المعمل عن طريق بروكتور تيست، وفي الموقع عن طريق كذا طريقة. الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها في المسائل هي الساند كونتيست. طيب من هنا بطلع الجاما دراي ماكسيمم، اقصى كثافة جافة ممكنة في المعمل، ومن الساند كونتيست بطلع الجاما دراي فيلد، وفي الاخر بشوف انا حققت، بشوف الجاما دراي فيلد اللي عندي حققت قد ايه من الجاما دراي ماكسيمم اللي في اللاب. طيب ناخد اول حاجه الجاما دراي ماكسيمم اللي في اللاب. بنحددها ازاي؟ بنحددها من خلال بروكتور تيست سواء كان موديفايد او ستاندرد. القانون اللي انا هشتغل عليه هو القانونين دول بس. القانون بيقول ان الجاما ويت اللي هي الجاما بالك يعني بتساوي ال W total على ال V total. طيب والجاما دراي هتساوي الجاما ويت على 1 زائد الووتر كونتنت. هما دول القانونين بس اللي انا هشتغلهم في ازاي احسب الجاما دراي ماكسيمم في اللاب. طيب يبقى عندي جدول بالشكل ده في المسألة، بقى مديني مثلا W total و V total مدهولي في المسألة، يعني ده وده ممكن يدهولك في المسألة. لو قسمنا W total على V total هيديني جاما ويت، W total هنا على V total هنا يديني ايه جاما. طبعا في توتال اللي هو الفي مولد، وده ثابت عندنا في اللي المساله. احيانا في الامتحان بيديلك الجاما ويت على طول، فيعني لو اداني الجاما ويت على طول يبقى كده ايه مسهل عليا الدنيا. طب لو اداني دبليو توتال وفي توتال اقسمهم على بعض اجيب الجاما ويت. طب جبت الجاما ويت، محتاج ايه علشان اجيب الجاما دراي؟ محتاج يبقى عندي الووتر كونتنت. طيب الووتر كونتنت ده برضو معطى في المساله، يبقى اللي معطى في المساله الووتر كونتنت، يا اما يديني كمان الجاما ويت او يديني الدبليو توتال وفي توتال اللي من خلالهم اقدر احسب الجاما ويت. طب انا عندي دلوقتي الجاما ويت وعندي الووتر كونتنت، يبقى الجاما دراي هتساوي الجاما ويت على 1 زائد الووتر كونتنت. وبنرسم العلاقه بين الووتر كونتنت على الافقي والجاما دراي على الراسي، بتطلع العلاقه بالشكل ده كده. الجاما دراي ماكسيمم هي اعلى كثافه جافه ممكنه عندي، باخد مماس من اعلى نقطه هنا كده واجي قاري القيمه اللي هنا، دي بنسميها الجاما دراي ماكسيمم. الووتر كونتنت النقطه كده بتاعت الووتر كونتنت اللي قصاد الجاما دراي ماكسيمم دي بنسميها الاو ام سي، دي الاوبتيمم مويتشر كونتنت، محتوى الرطوبه الامثل. كاتب انا هنا نوت كده، قانون ممكن نستخدمه في حالة لو طلب مني degree of saturation GS. القانون ده مستنتج من الفيز ديجرام، بس لو عايز تحفظه مفيش مشكلة. الجاما دراي هتساوي 1 على الووتر كونتنت على الجاما ووتر في degree of saturation زائد 1 على الجاما ووتر في الجي اس. تمام. يبقى المسألة بتبقى مباشرة حاجة بالشكل ده كده. أقصى حاجة بعد كده يقول لك إيه؟ يقول لك مثلا هات لي الووتر كونتنت عند جاما دراي بتساوي 90% من جاما دراي ماكسيمم. الجاما دراي ماكسيمم مثلا كان ب 1.9 مثلا. عايز الووتر كونتنت عند 90% منها. طب خلاص هاجي عند 90% من ال 1.9، هضرب 9 1.9 اضربها في 9، يديني قيمه مثلا هنا كده تحت الجاما دراي ماكسيمم. اجي ماشي افقي هلاقي نفسي قطعت الكيرف في كام نقطة؟ في نقطتين، نقطة هنا ونقطة هنا. يبقى دي الووتر كونتنت 1 والووتر كونتنت 2. ده لو ايه؟ لو الدنيا سهلة كمان. ممكن يطلب بقى مني الديجري اوف ساتوريشن عند جاما دراي بتساوي 90% من الجاما دراي
ماكس. نفس الكلام هضرب الجاما دراي ماكس في 90% واجي ماشي افقي، اقطع الكيرف، طلعت هنا ووتر كونتنت واحد، هنا طلعت ووتر كونتنت اتنين، باستخدام المعادلة دي هطلع الديجري اوف ساتوريشن واحد، بان انا اعوض بالووتر كونتنت واحد، ومرة تانية اعوض بالووتر كونتنت اتنين، هطلع الديجري اوف ساتوريشن اتنين. طب الجاما دراي دي ايه؟ هي دي اللي مديها لك في المسألة، اللي هو بيقول لك مثلا 90% او 95% او اي حاجة من الجاما دراي ماكس. تمام يا شباب؟ نبص كده نشوف مثال، وبعد كده نرجع لشرح الساند كونتيست، وانا كاتب لكم هنا الشرح تفصيلا بالعربي واحده واحده. نشوف مثال، المثال اللي عندنا هنا بيقول لنا ايه؟ طبعا المثال ده يا شباب غير المثال بتاع الشيت، بس هو نفس الايه، نفس الفكره، انا جايبه بس علشان احله معاكم بالتفصيل، عشان مش هينفع اديكم مثال للشيت واحله معاكم واقول لكم سلموه. تمام؟ المديني هنا علاقة بين الووتر كونتنت والجاما بالك اللي هي الجاما ويت، عند 3% كانت 1.8، 5 كانت 2.3%، عند 7% كانت 2.12، وهكذا. طالب مني ايه؟ طالب ارسم الكومباكشن كيرف اللي هو بين الجاما دراي والووتر كونتنت. طب وعايز ايه مني بعد كده؟ متوقع دايما في الاسئله اللي زي كده ان طلع الجاما دراي ماكسيم والاوبتيمال ماتشر كونتنت، دي اول حاجه يبقى مطلوبه مني. تمام؟ تاني حته في السؤال هنا بيقول لنا ايه هي الفويد ريشيو والبوروزيتي والديجري اوف ساتوريشن، هتبقى كام عند الووتر كونتنت اللي هي الاوبتيمال موتشر كونتنت، ومديني الجي اس. دي مساله يعتبر فيز ديجرام. تمام؟ فيز ديجرام ملحقه بيها، وهنشوف هنحلها ازاي. طيب اول حاجه هو مديني الجاما ويت والووتر كونتنت، يبقى هو هنا سهل عليا الدنيا خالص لو بصينا على الحل بتاعنا. مديني هو الجاما ويت ده مديهولي، ومديني الووتر كونتنت، يبقى خلاص الجاما دراي جاما ويت على واحد زائد الووتر كونتنت. جاما ويت هنا 1.8 على 1 زائد 3 على 100، اللي هي 3%، يعني ما حدش يقول لي 1.8 على 1 زائد 3، لا زائد 3%. تمام؟ ادتني 1.748، 2.3% على 1 زائد 5%، وهكذا. تمام؟ طيب بعد ما عملت الكلام ده اصبح عندي في علاقه بين في قيم الجاما دراي وقيم للووتر كونتنت، هرسم علاقه بين الووتر كونتنت والجاما دراي ماكسيمم. طب عايز اطلع الجاما دراي، اسف الجاما دراي، عايز اطلع الجاما دراي ماكسيمم، هاجي هنا من اعلى نقطه واجي اري القيمه اللي عندي تقريبا 1.97 او 9.8، والاوبتيمال ماتشر كونتنت اللي قصاده اللي هو تقريبا بحوالي 7%، يعني طلعت 7%، 1.98. طيب طالب مني هو بعد كده طالب مني الفويد ريشيو الاي والديجري اوف ساتوريشن عند الووتر كونتنت اللي هي ب7%، ومديني الجي اس. خلاص بقى كانها مساله فيز دياجرام عادي نحلها خالص، عندي ووتر كونتنت ب7%، الجي اس مديها لي ب2.65، وعندي الجاما دراي بالرقم ده. ممكن يا شباب نحلها فيز ديجرام على طول، يعني لو حلناها فيز ديجرام يعني ممكن تحل بالحل ده كده، ده حل فيز ديجرام، هو هنا فرض الفي توتال بواحد وبدأ يحل وطلع القيم دي على طول. ممكن نحلها على طول بالقوانين اللي استنتجناها من الفيز ديجرام، اللي هو يا شباب انا عندي الجاما دراي بتساوي كام؟ مش الجاما دراي بتساوي جي اس على 1 زائد اي؟ يبقى الجاما دراي اللي هي 1.98 هتساوي الجي اس اللي هي ب2.65 في المساله مديها لي على 1 زائد الاي. من القانون ده هقدر اطلع الاي؟ تمام، طلعنا الاي. طيب هو انا مش عندي قانون تاني بيقول ان الووتر كونتنت في الجي اس يساوي الاس في الاي؟ طب ما هي الووتر كونتنت ب7% في الجي اس اللي هي 2.65 هتساوي الاس دي اللي انا عايزها في الاي اللي احنا لسه مطلعينها من الجاما دراي ماكسيمم. اظن الموضوع ايه، الموضوع بسيط. وشابتر الكومباكشن يا شباب دي من الشباتر اللي هي ايه المفروض ما نخسرش فيها اي درجات. انا هنا كاتب لكم الخطوات بالظبط بتاعه الساند كونتيست، ودي خطوات الحل على طول.
طب ايه اللي بنعمله في الساند كونتيست؟ في الاخر يا شباب، علشان لو فهمنا الساند كونتيست دي بتبقى احسن مسألة واسهل مسألة عندنا. اولا يا شباب، سطح الارض يبقى مستوى اهو بعد ما دمجناه، بنيجي حافرين حفرة. اولا بنحط البليت طبعا، وبنيجي ايه حافرين حفرة كده. الحفرة دي طلعناها منها شوية تراب، الوزن بتاعهم اسمه دبليو توتال، يبقى الوزن اللي طلعته من الحفرة ده اسمه دبليو توتال. طيب هو انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان انا عايز اطلع الجاما دراي، يبقى عايز الجاما ويت وي الووتر كونتنت. طيب هي الجاما ويت بتساوي ايه؟ بتساوي الدبليو توتال على الفي توتال. والووتر كونتنت، الووتر كونتنت بالنسبه لك هو بيبقى معطى في المساله. طب في المعمل وفي الطبيعه بنعمله ازاي؟ بناخد وزن من التربه دي كده، واعمل الووتر كونتنت اوزنه قبل ما ادخله الفرن وبعد الفرن ب 24 ساعه، واشوف الوزن قد ايه ايه، واشوف وزن الميه واحسب ايه الووتر كونتنت. يبقى الووتر كونتنت ده معانا، ده الجاما ويت بيساوي الدبليو توتال على الفي توتال. طيب هي الفي، الدبليو توتال عندي، يبقى انا محتاج ايه؟ اجيب الفي توتال اللي هو ايه؟ حجم الحفره. ودي بتبقى يعني المشكله بالنسبه لي، ازاي اجيب حجم حاجه غير منتظمه. بس فكره الساند كونتيست اتغلبت عليها ازاي؟ احنا عندنا اي جاما بتساوي دبليو على في، صح؟ انا عايز اجيب الايه؟ الفي. يبقى الفي هيساوي الدبليو على الجاما. ففكره الساند كون تيست بتعتمد ان انا هملى الحفره ديت بوزن، انا عرفت الوزن ده قد ايه، والتربه اللي انا مليت بيها الحفره دي عارف الجاما بتاعتها. يبقى انا هملى الحفره دي الهول دي هملاها بستاندرد ساند، رمل قياسي. رمل قياسي يعني ايه؟ يعني الجاما بتاعته معروفه، وانا عارف الوزن بتاعه اللي دخل الحفره قد ايه. طب هبقى اقسم الوزن على الجاما ستاندرد اللي عندي، هطلع حجم الحفره. طب ما انا عندي دبليو توتال على الفي توتال، جبت الجاما ويت، يبقى انا كده حليت المساله بتاعتي. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ في البدايه يا شباب بنيجي الوزن المخروط بتاعنا يبقى في جار كده في رمل. وزن الرمل ده قبل الاختبار كان دبليو واحد رمل القياسي. فتحنا المحبس اللي هنا كده، فالرملة نزلت ملت، ما الرملة نزلت ملت الحفرة وملت المخروط اللي عندي الكون. بعد كده قفلنا المحبس. الوزن اللي تبقى في الجار بعد الاختبار كان اسمه ايه؟ دبليو اتنين. طيب لو انا يا شباب طرحت دبليو واحد ناقص دبليو اتنين، فرق الوزن ده راح فين؟ راح في الحفرة وفي المخروط. يبقى راح في الحفرة والمخروط، يبقى الوزن الرمل اللي في الحفرة والمخروط دبليو واحد ناقص دبليو اتنين. طيب لو انا عايز اجيب دلوقتي يا شباب حجم الحفرة والمخروط، حجم ايه؟ حجم الحفرة والمخروط. هنجيبه ازاي حجم الحفرة والمخروط؟ مش قلنا ان حجم الحفرة والمخروط اي حجم بيساوي ايه؟ هيساوي الدبليو على الجاما. يبقى حجم الرمل اللي في الحفره والمخروط هيساوي الدبليو اللي هي في الحفره والمخروط اللي هي قبل الاختبار ناقص بعد الاختبار على الجاما اللي هي الجاما ستاندرد. جبت حجم الرمل في الحفره والمخروط. طيب لو انا عايز اجيب بقى حجم الحفره، طب ما انا عندي حجم الايه؟ الحفره والمخروط. هطرح منه حجم المخروط هطلع حجم الحفره. طب حجم المخروط ده اجيبه منين؟ ده يا شباب بيبقى معطى في المساله. كان بيبقى معطى في المساله. جبنا حجم الحفرة هنحسب الجاما ويت، حسبنا الجاما ويت هنحسب منها الجاما دراي. بيبقى احيانا مديني في المسألة الجاما دراي ماكسيمم، بيقول لي احسب حاجة اسمها ريلاتيف كومباكشن. ريلاتيف كومباكشن الكثافة النسبية دي بتساوي ايه؟ الجاما دراي جاما دراي فيلد في المعمل اللي جبناها من الساند كون تيست على الجاما دراي ماكسيمم اللي جبناها من البروكتور تيست اللي هي من اللاب. احيانا يا شباب هتلاقي في مساله الشيت هنا انا بقول لك حجم الحفره بيساوي حجم الحفره زائد المخروط ناقص حجم المخروط. هو في مساله الشيت مش مدي لك حجم المخروط، بس مدي لك وزن الرمل اللي جوه المخروط. فهو مدي لك وزن الرمل الايه؟ اللي جوه المخروط. هتعمل ايه؟ انا عندي وزن الرمل اللي مال الحفره والمخروط، هطرح منه وزن الرمل بتاع المخروط الكون يعني، هديني وزن الرمله اللي مالت الحفره، هقسمها على الجاما ستاندرد، يبقى انا جبت حجم الحفره على طول. يبقى هو مسهل عليا كمان في مساله الشيت.
يعني في مسألة الشيت مديلك ايه؟ مديلك مش مديلك حجم المخروط، لا مديلك وزن الرمل اللي في المخروط. ما لو قسمتها على الجامة هيديني حجم المخروط، فكأنه ادالك وزن الرمل اللي في المخروط، حجم الرمل اللي في المخروط هي هي. ليه؟ لأن الجامة ستاندرد عندك. تمام، الأساسي يا شباب عندنا اللي بيديلك حجم المخروط، ده الأساسي عندنا. طب نشوف مسألة كده وهتلاقوا يا شباب إن من أسهل المسائل عندنا هي مسألة الساند كونتست. مسألة الساند كونتست هنا بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن عنده ساند كونتست والستاندرد ستاند كانت الجامة بتاع الستاندرد ساند كانت الجامة بتاعتها 1.5. جميل، طلع من الحفرة وزن، الوزن اللي طلعه من الحفرة 1690 جرام، والووتر كونتنت كان 8%. بيقول لنا ان الوزن قبل الاختبار، وزن الرمل القياسي في الجار ده قبل الاختبار كان 6827، وبعد الاختبار بقى 3179، ومدي لي الجاما دراي ماكسيمم، ومدي لي حجم المخروط. على فكره المساله دي عشان ممكن تحلها في سطرين. عندي دلوقتي لو طرحت ده من ده هيديني ايه؟ وزن الرمل اللي ملا الحفره والمخروط، اقسمه على الجاما ستاندرد اداني حجم الحفرة والمخروط، هطرح منه حجم المخروط اداني حجم الحفرة. طب وانا عندي ال W total، يبقى ال W total على ال V total هيديني الجاما ويت. طب اجيب الجاما دراي ازاي؟ الجاما ويت على 1 زائد الووتر كونتنت. كده جبت يا شباب الجاما دراي فيلد، هو مديني الجاما دراي لاب، هقسم الجاما دراي فيلد على الجاما دراي لاب هطلع الريلاتيف كومباكشن. ده اختصارا ليها، بس الحل ايه هنشوف تفصيلا مع بعض دلوقتي. دي المعطيات يا شباب اللي عندنا، الجاما ستاندرد، دي مش الجاما، دي الجاما ستاندرد، ومديني ال W ويت والووتر كونتنت، وزن الرمل القياسي قبل الاختبار وبعد الاختبار، حجم المخروط، الجاما دراي ماكسيم. وزن الرمل القياسي يا شباب اللي هيملى الحفرة والكون نطرحهم بعض اداني اللي هو انا اطرحهم بعض ازاي، اللي هو 6827 ناقص 3179 ادالي 3648. هنقسمهم على الجاما ستاندرد، هديني الجاما ستاندرد 1.5 هديني 2432. طيب وانا عندي ده حجم الحفره والمخروط، طب حجم الحفره هيساوي ايه؟ حجم الحفرة والمخروط اللي هو 2432 ناقص حجم المخروط اللي هو 1225 اداني 1207. طب الجاما ويت بتاعتنا W توتال على V توتال، W توتال اللي هي في المسألة اللي اديها لي على ال V توتال اللي هي 1207 اداني 1.4. طب يبقى الجاما دراي فيلد هتساوي ال 1.4 على 1 زائد الووتر كونتنت، الووتر كونتنت اللي هو ادولي في المسألة اللي هو تقريبا كان ب 8%، اداني الجاما دراي 1.296، اقسمها على الجاما دراي ماكسيمم اللي هي مديها لي في المساله ب 1.85، طلع تقريبا ب 7%. وطبعا لو قدام كده الريلاتيف كومباكشن اقل من 95% بنقول له ان ايه؟ ان الكومباكشن بتاعنا الكواليتي بتاعته بور، او بنعمل له ريجكت. طبعا 95% ده رقم مش ثابت، ده على حسب اشتراطات المشروع اللي عندك او على حسب المعطى في المسألة. يبقى زي ما خدنا دلوقتي يا شباب مع بعض، خدنا الكومباكشن وعرفنا ازاي نحسب الجاما دراي ماكسيمم باختبار بروكتور تيست، وخدنا مسألة عليه وقلنا ان اختصارا ليه ان انا بستخدم الجاما دراي بتساوي الجاما ويت على 1 زائد الوتر كونتنت، والجاما دراي والجاما